مع حضراتكم احمد الجوهري. النهارده هنتكلم على الحجر، تمام، الحجر الكريم، الفرق بين الحجر الكريم والحجر المصنع. الاحجار الكريمه بتختلف طبعا على حسب درجتها وعلى حسب صلابتها، تمام. بتختلف الاحجار الكريمه، في عندي زي الفيروز. الفيروز طبعا مصر مشهوره بالفيروز، الفيروز السيناوي بيجي من مناطق في سيناء زي منطقه مثلا ابو زنيمه، تمام، بيكون الفيروز زي كده. الفيروز المصري طبعا بيتميز بالتعريقات الطينيه اللي تكون موجوده في قلب الحجر، يعني كله ما بيكونش فيروز، كله بيبقى اكتره تعريقات طينيه زي ما حضراتكم شايفين كده. فدي طبعا حاجه ربانيه جدا بتيجي من باطن الارض ومصر مشهور بيها. في حاجات تانيه في الاحجار الكريمه، تمام، زي مثلا الاماتيست، تمام، زي الستين. اوريكم برضو مجموعه من الاحجار بتتميز في درجتها، تمام، وفي الوانها بتكون مميزه جدا، زي السترين. السترين مثلا مشهور بيه دوله البرازيل، تمام، زي الاحجار اللي بتكون غاليه الثمن او بتكون مميزه شويه، زي الزفير. في الزفير الازرق، في منها الياقوت الاحمر زي ما حضراتكم شايفين كده، الزفير الازرق والياقوت الاحمر، وبيكون لهم طلب طبعا عند المصريين وعند العرب وعند الاجانب كمان، يحبوا من الياقوت بانواعه، اذا كان ياقوت احمر او زفير اللي هو الزفير الازرق، تمام. احنا هنا في حارة الصالحية. حارة الصالحية هي منبع تجارة الاحجار الكريمة على مدار العصور، تمام، لان هي اساسا كانت بتشتهر منطقة الصالحية انها كانت مدرسة بناها الصالح ابن الدين ايوب، تمام، وكانت بتعلم اللغة والدين والدراسات الاسلامية، تمام، وبعدها اشتهرت طبعا بتجارة الاحجار الكريمة في الزمن الفاطمي والزمن العباسي. في عندي حاجات جميلة جدا ممكن نتكلم عنها برضو النهاردة. في أحجار، تمام، أحجار اللي بتكون من باطن الأرض، تمام، ويمكن احنا ذكرنا جزء منها اللي هو الفيروز، تمام. في العقيق، طبعا العقيق بأنواعه، تمام، في من أجود أنواع العقيق على مستوى العالم هو العقيق اليمني. العقيق اليمني بدرجاته بأنوانه، يعني في كده عندي عقيق سماوي، في عقيق اللي هو العقيق الأسود اللي هو شفة العبد، تمام، في اللي هو العقيق الجزع اليمني والخرايب بيكون اشكاله كده، كل ده عقيق يمني. في اشكال كتير جدا، في منه برضو اللي هو العقيق السليماني بيكون شكله عامل كده، كل ده عقيق يمني. طبعا اليمن هي الدولة اللي على مستوى العالم المشهورة بحجر اللي هو حجر العقيق، تمام. الاحجار دي كلها بتيجي من باطن الارض، ولكن في احجار تانية بتيجي من خلال تساقط عرق الاشجار، بنسميها احنا احجار شجريه، تمام، زي الكهرمان. الكهرمان مثلا بيجي من خلال تساقط عرق الاشجار في الاشجار السنبوريه، بيديني شكل كده، هو شكل الكهرمان، بتكون اشكال غير منتظمه، تمام، يعني الشكل ده احنا اللي عاملينه. الصنايعيه والورشجيه هنا هم احلى صنايعيه موجودين في حاره الصالحيه، بيقدروا يعملوا لنا الشغل اللي حضراتكم كده شايفينه. في احجار تانية بتيجي حاجة اسمها احجار مائية. ايه هي الاحجار المائية؟ طبعا الاحجار المائية مشهورة جدا، وهو اللؤلؤ والمرجان، ربنا ذكرها في القرآن زي المرجان. ده المرجان الطبيعي، وده بيكون متواجد في دولة زي دولة تونس. ده المرجان التونسي الطبيعي، بنسميه احنا حجر مائي لانه بيجي طبعا من المية، تمام. واللؤلؤ طبعا اللؤلؤ معروف واشكاله جدا معروفه، زي اللؤلؤ اللي هو الطبيعي المزارع، تمام، اللي بيجي بيكون اشكال كده. في ناس طبعا كتير جدا يعني من عشاق الاحجار الكريمه، بس مهنه الحجر احنا المهنه اللي احنا فيها بنسميها مهنه العشق قبل ما تكون هي مهنه تجاره بيع وشراء، تمام، لان الاحجار الكريمه اساسا احجار جميله جدا، مش اي حد ان هو يقدر يتاجر فيها، تمام. التجار اللي فيها في مصر قليلين جدا، وزي ما ذكرنا ان حاره الصالحيه اللي احنا متواجدين فيها الان، تمام، هي منبع تجاره الاحجار.
طبعا في ناس بيتوافدوا على مكان هنا حارة الصلاحية، بيكون معاهم حاجة مثلا قطعة أول مرة يشوفوها، تمام، بيتوافدوا على حارة الصلاحية يشوفوا إذا كان الحجر ده طبيعي ولا مصنع، وإحنا بننصحهم طبعا إن هم لو لقوا حاجة زي كده إن هم يجوا لنا، بحيث إن إحنا نقدر نقول لهم الحجر ده إذا كان طبيعي ولا مصنع. عن الأحجار طبعا بتختلف قيمتها وبتختلف درجة صلابتها وبتختلف على حسب نشأتها وعلى حسب الطبيعة، تمام، اللي هي جاية منها، تمام. ففي ناس كتير طبعا بيتواجدوا مع الحارة الصلاحية يعرفوا الحجر إذا كان مصنع أو إذا كان طبيعي. طبعا في ناس كتير بتتوافد عندنا هنا في محل، في جميع المحلات الموجودة في حارة الصلاحية، بيكون معاهم مثلا اللي معاه حتة حجرة، تمام، هو مش عارف قيمتها، تمام. أغلبية الحجر اللي بيلاقوه المصريين هو عبارة عن زلط، ملوش علاقة خالص بالأحجار الطبيعية، تمام. فيكون جاي مثلا ومعاه 3 4 رجالة، تمام، وداخلين وفاكرين الحاجة اللي في ايديهم ديت هتكون مثلا هتطلعهم لحالة التدهور اللي هم موجودين فيها، لحالة الثراء السريع. ودي طبعا فكرة يعني بيلجأ اليها الكثير من شبابنا، واحنا ما بننصحش بكده، تمام، لان هم يكونوا معاهم مثلا حتة حجرة هم مش عارفين قيمتها، وبعدين نكتشف ان الحجرة اللي معاهم ان هم داخلين 3 أو 4 رجالة، الحجرة اللي معاهم ديت لا تسوى شيء وهي عبارة عن زلطة، تمام. هو مش كل حجر طبيعي بيكون حجر كريم، بمعنى ان الزلط الموجود في الارض ده زلط يا جماعه، هو حجر، هو حجر طبيعي بس زلط موجود في الارض، ولكن مش حجر كريم. الحجر الكريم بيكون ليه مواصفات معينه، تمام. يعني ايه بيكون ليه مواصفات معينه؟ يعني بيفرق مثلا الحجر الخام عن الحجر اللي هو محكوك، تمام، بالشكل ده، تمام، بيفرق. الحجر الخام بيكون سعره بتاعه قليل جدا، السعر بتاعه يعني لا يكاد أن يكون شيء غير مبالغ فيه، تمام. ولكن الحجر اللي هو الحجر الطبيعي طبعا ده بيكون سعره، تمام، بيتباع بالجرام وبيتباع بالإيراد. فبننصح يعني عدم الجري، تمام، وراء هذه الخزعبلات، ان هو يكون معاه حجر زلطه ويجري مثلا على اي حد متخصص ان هو يقول له الحجر ده طبيعي ولا حجر اي كلام. هي الفكره في كده، تمام. طبعا بعض الشباب احنا بننصحهم بعدم الانصياع وراء هذه مثل هذه الشائعات. اسعار الاحجار الكريمه طبعا بتختلف على حسب جودتها وعلى حسب قيمة الحجر. يعني مثلا الياقوت بأنواعه، إذا كان ياقوت أصفر أو أزرق، تمام، أو الياقوت الأحمر، الياقوتيات بتعتبر بتتباع بالإيراد، تمام، بتتباع بالإيراد. الإقبال عليها طبعا بيكون من المصريين وبيكون من العرب، تمام. في حاجات تانية زي أحجار الطاقة اللي هي السترين والأماتيست، وبيتباع برضو بالإيراد. في حاجات منها بتتباع بالإيراد وفي حاجات بتتباع بالجرام على حسب الجودة. السترين، الاماتست، الاكوامارين، البلوتوباز، تمام، اللي هي الاحجار اللي احنا بنسميها احجار الطاقه، بيكون الاقبال عليها من خلال الاجانب والمصريين.